هاي جايز، منطلع عليكم مرة جديدة بساوند بايت لنستعرض آخر المستجدات الفنية من حول العالم. برحب بكل اللي انضموا لنا هلأ، ومنطلق مثل العادة مع أول فقرة مع نيوز سيجمنت. مستر سبيلبرغ ستيب رايت أب هير، وي هاف ذا فيبلمان. نال المخرج ستيفن سبيلبرغ جائزة الجولدن جلوب كأفضل مخرج عن فيلم The Fablemans خلال الدورة 80 من حفل الجولدن جلوب أوردز، فيما نال بنفس الحفل جائزة كارول بيرنت المنتج راين مورفي. I won my first Golden Globe exactly 20 years ago for Nip Tuck, and it kind of put me on a map, and I feel like I can retire now. وفاز النجم أوستن باتلر بجائزة أفضل ممثل عن دوره بإلفيس. I owe this to a bold, visionary filmmaker who allowed me the experience to take risks, and I always knew I would be supported. Baz Luhrmann, I love you. وحصل المخرج غيليرمو ديل تورو على جائزة أفضل أنيميشن عن فيلم بينوكيو. We are part of an art and a craft that deserves to be celebrated. بينما النجمة زندايا قدرت تحصل على جائزة أفضل ممثلة تلفزيونية عن مسلسل يوفوريا. وبحدث تاريخي استطاعت الممثلة أنجيلا باسيت تصير أول نجمة من عالم مارفل السينمائي اللي بتحصل على جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد بحفل الجولدن جلوبز عن دورة بفيلم بلاك بانتر وكاندا فوريفر. يذكر أنه الحفل بيكرم سنوياً أفضل وألمع العاملين بمجال السينما والتلفزيون بناء على اختيارات جمعية الصحافة الأجنبية بهوليوود. صدرت النجمة ليسا ماري بريسلي ترند على السوشيال ميديا بالفترة الأخيرة بعد الإعلان عن خبر وفاتها عن عمر 54 سنة بسبب أزمة صحية مفاجئة. وكان آخر ظهور للراحلة بحفل الجولدن جلوبز ومشاركة الممثل أوستن باتلر يلي فاز بجائزة أفضل ممثل عن تجسيده شخصية والدها ألفيس بريسلي بفيلم ألفيس. ليسا ماري هي الابنة الوحيدة للنجم الراحل ألفيس وزوجته السابقة بريسيلا بريسلي. الهيئة الفنان كانيا ويست رجع دخل القفص الذهبي حسب المعلومات التي نقلتها الصحافة العالمية، حيث أقام مؤخرا نوع من مراسم الزفاف ليحتفل بعلاقة جديدة مع بيانكا سانسوري المصممة الأسترالية اللي بتشتغل بشركة كانيا ويست المعروفة بييزي، وهالشي على الرغم من أنهم ما قدموا شهادة زواج لجعلها قانونية. على كل حال منقلهم ألف مبروك. جولتنا التالية رح تكون مع البعض من أبرز أفلام الأسبوع بالمنطقة والعالم، وبداية مع السينما المصرية. من نفسي أطلع مديرة مدرسة وبقيت مديرة مدرسة، سقطت في الإعدادية وما كملتش. كريم محمود عبد العزيز، روبي وبيومي فؤاد بيجتمعوا بفيلم شلبي يلي بيحكي عن شاب اسمه صابر يلي عم بيحقق حلمه بتصميم دمية ماريونات بيطلق عليها اسم شلبي، وأحداث الفيلم تتسارع أثناء تحضير عرض للدمى برفقة أصدقائه وجيرانه. هالفيلم هو من إخراج بيتر ميمي. كلمات الأغنية دي كتير قوي، خلاص شيلوا له واحدة. شفت إن إحنا مش فاشلين، الفاشلين لما بيقعوا ما بيقوموش، إحنا لما وقعنا ما قمناش، بس هنقوم. اتجوز القادرة بنت عمك. القادرة متجوزة. جوزها اتكل على الله. مش بتكلم على جوزها الأولاني، أنا بتكلم على جوزها التاني. اتكل على الله. الله، طب وأنت عايز إيه؟ أنت عايز تجوزها لي واتكل على الله أنا كمان؟ الكاميرا دي تمنها يعدي 300,000 جنيه. يلا كاميرا. انت عندكم مولد؟ اهلا بجزرة بالعربية. كان يا مكان كلب اسمه قرنفل كله مراوغة ومغامرة. اسهر اسهر يا قرنفل، اسهر اسهر يا قرنفل، اسهر اسهر يا
ازهر ازهر يا روحي، ازهر ازهر يا روحي. قضيت وهنعمل المسرحية. بعد ما عطانا الكيلر دول أنابيل، الكاتب جيمس وان بيقدم لنا The New Horror Movie Megan من إخراج جيرارد جونستون. Katie, you lost your parents. Welcome home. You're my niece. I'm gonna do everything I can to make this place feel like home. I just wish I could see them again. I'm not equipped to handle this. I don't even take care of my own plants. I have this project at work. Do you want to see? Yes. قصة الفيلم بتبدأ لما جما بتصير مسؤولة عن رعاية بنت اختها اليتيمة كادي، وبهدف مساعدتها على تجاوز أحزانها بفقدان أهلها بتقدم لها دمية آلية اسمها ماجن، مصممة خصيصا لمرافقتها وحمايتها، ولكن سرعان ما بتخرج ماجن عن السيطرة. You put Blumhouse and James Wan together, they're just two titans of this industry. What the hell was that? I get accused of being the master of killer doll movies. Occupational hazard. James Wan is a legend in the horror genre. Are you sure? Blumhouse movies, they are my favorites. And them teaming up with James, it's just so exciting. It's been almost 10 years since James and I last worked together. And we've always wanted to come together again. One more, it's looking great. Bringing Gerard on to direct brought Megan to life. His vision was perfect for the tone of the movie. He is terrific at balancing horror. This really dark humor. Megan, have I done something to upset you, Gemma? I know you think you're maximizing your objective function. Oh, really? I think people are gonna have a blast when they see this film. The idea of Blumhouse and James Wan teaming up is just great for horror movies. It's a real powerhouse duo, and it's exciting to see what they'll come up with next. What are you? I'm Megan. Baby, don't provoke us or we will. بواصل أفاتار The Way of Water سيطرته على شباك التذاكر والنجاح الساحق يلي عم بيحققه بدور العرض حول العالم. وبالتقرير التالي رح نتابع شخصية كيري يلي بتجسدها النجمة الكبيرة سيغورني ويفر. كيري، هاي هاي كيري، Are you okay? I was doing that thing again, wasn't I? Yeah, you were. I remember having lunch with Jim. He started to talk about this kind of forest girl who had a special gift of connection with living things. And she's going to be about 14. And you and I know how immature you are. So I think you can handle this. I said, thank you. When you see Sigourney play a character a quarter of her actual age flawlessly, she steeped herself in the ways of teen girls. Hi, Mom. But unconsciously, she just became younger. It was crazy to observe. Why can't I just be like everyone else? Oh, dear. I don't think any of us are very far away from our 14-year-old selves. It's such a strong memory, how great it was and how awful it was. And I just sort of fell in love with the character. Jim has this amazing ability to write straight into the heart of a character. Why am I different? Performance capture gives actors the opportunity to play characters that they could not otherwise play. And Kiri's character and Sigourney's performance are the perfect example of that, given by one of the great actresses of our time. Where's Spider? They took him. I have had to work completely differently than I ever have before because you do have to strip away all of that Sigourney Weaver, whoever that is. And it's been an amazing experience to go back in time and be with that person every day. She clicks into the character that she is, and it's like talking to a 14-year-old. I find it fascinating that she can channel this young girl. Whatever it is, I'm enjoying watching it. So what does Ava's heartbeat sound like? Mighty.
الممثل أدي ميرفي يلي كلنا منحبه بيرجع للصالات قريباً بالكوميدي You People إلى جانب جونا هيل يلي بتدور أحداثه حول الاختلافات الثقافية والاجتماعية بعالم الحب العصري. ورح نشوف سوا هلأ الفيرست لوك من الفيلم. Never gonna meet a woman who understands me. I don't think I've heard of a man ever who wanted to be in a relationship so badly besides Drake. And I'm talking Views Drake. They hear that loud. I feel like Views Drake, alone on a building, dangling my legs off, wondering what it's like to feel companionship. What the fuck? What are you doing? Stop! Help me to take. Okay, but you're not getting 5 stars. No, no, no. Uber driver. I mean, honestly, you guys are twins. Oh my God, wait, she really does look like me. I'm sorry, this was insane. Let me make it up to you. You're dating a black girl? I've never felt so understood by somebody in my entire life. Whether you like it or not, we kind of go together now. You're my boo, come on. I'm gonna ask her to marry me. Do you plan to talk to her family? Yeah, I just haven't had the chance to meet them. What's going on? Tell me about life, how are you? This is your white granddaddy come back to haunt me. What? Now this is my fault? So you want to marry my daughter? Yes. Yes, I do. Well, Ezra, you could try. Hello! Oh, my gosh, you are so beautiful. What's the difference between me and you? We've built a pretty awesome life together. We just need to protect it. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. Your family, my family. I don't know how this is gonna work. What's the difference between me and you? Hey, what's up with white cuz? Am I white cuz? Well, I'm not. I'm white cuz for sure. صار وقت ناخذ بريك وبنرجع مع القسم الثاني من ساوند بايتس. I'll see you in a bit. كون عن جديد بساوند بايتس وبنبدأ هلأ مع قسم الميوزك نيوز وفريق يوتيوب. What is a bloom? It shoots up through the stony ground, but there's no room. بشهر مارتش ناطرين ألبوم جديد من فريق يوتيوب عنوانه Songs of Surrender، وهو عبارة عن مجموعة من أبرز وأهم أغاني الفريق موزعين ومسجلين بطريقة جديدة. ومن هالأغاني بنذكر One Beautiful Day و Pride in the Name of Love. وتزامنا مع إصدار الألبوم الفريق رح يقوم بإطلاق فيلم وثائقي جديد تم تصويره بالاشتراك مع الإعلامي ديف لاترمان بعدة أماكن بإيرلندا. Dublin is a real part of our story. It's in our songs. Many nice things have happened for me in my life. This is right at the top of that list. الرابر 50 سنت صرح مؤخرا انه عم بيحضر لانتاج مسلسل جديد مستوحى من فيلم 8 مايلز مع امينيم من سنة 2002 يلي كان بمثابة السيرة الذاتية لأمينيم يلي ضم كمان كيم باسنجر والممثلة الراحلة بريتاني ميرفي. ومن المتوقع يبدا التصوير بمنتصف السنة. بعد ما كان أطلق ألبوم غنائي جديد بيتضمن إعادة توزيع لأنجح أغانيه بآخر 2022، بيطل علينا المغني البريطاني روبي ويليامز بألبومين جديد عم بيحضر لهم صار له فترة. والأول هو عبارة عن مجموعة من الإلكترونيك والدانس سونغز ضمن مشروع لوفت هاوس يلي سبق وسجل من خلاله أغاني مثل سول سيكرز، بالإضافة لسولو ألبوم جديد ناطرينه بالفترة المقبلة. It's not the same as it was.
ومننهي مع هاري ستايلز يلي من المتوقع أنه يسيطر على البريت أوردز الشهر المقبل بعد ما تم ترشيحه لأربع جوائز ومنها جائزة ألبوم أوف ذا يير عن ألبومه هاريز هاوس. كمان من المرشحين للبريت أوردز فريق ويتلاج فريق 1975 وستورمزي. نبقى باليوكي وعودة فريق Everything But The Girl بعد غياب دائم أكثر من 20 سنة. الثنائي تريسي ثورن وبن واتس اللي معروفين باسم Everything But The Girl بيرجعوا للساحة الفنية بأول أغنية لألهم من حوالي 23 سنة وعنوانها Nothing Left To Lose من ألبومهم المرتقب Fuse. هالديو الشهير يلي برز من خلال كتار من الهيتس مثل I Don't Wanna Talk About It و Missing مزج بموسيقته عدة أنواع موسيقية مثل الجاز، البوب، الفولك والهاوس ميوزك. ومن المتوقع نشوف الفريق بعدة جولات موسيقية تزامناً مع إطلاق ألبومه الجديد. المغنية شانايا توين بتقدم لنا ألبومها السادس Queen of Me يلي بترجع من خلاله لموسيقى البوب والدانس بعد ما كانت ابتعدت عن هالنمط من قبل لتركز أكثر على موسيقى الكونتري يلي انشهرت فيها. ألبومها الجديد ما بيخلى من الكونتري ميوزك ولكن حبت هالمرة تمزج بين البوب والدانس وشوية فنك وهالشي واضح من خلال السينجل الجديد جدي. الألبوم بيتضمن كمان السينجلز Waking Up Dreaming و Last Day of Summer. ننتقل هلأ لبروفايل خاص عن المغنية الكبيرة روبرتا فلاك يلي تعتبر من أهم وأبرز الوجود بمجال موسيقى السول الجاز والR&B. Her achievements are very clear in the fact that over the generations, people have covered her songs. Obviously, Lauryn Hill had the biggest hit with the Fugees doing Killing Me Softly. روبرتا فلاك يلي بدأت مسيرتها الفنية بنهاية الستينات حائزة على عدة جوائز غرامي وأغانيها مثل The First Time Ever I Saw Your Face و Killing Me Softly With His Song هي بمثابة كلاسيكيات خالدة بالموسيقى المعاصرة. حياة فلاك وإنجازاتها وتأثيرها على الفانز والفنانين منشوفهم بإطار فيلم وثائقي رائع تم إطلاقه مؤخراً بحضور المخرج أنطونيو دامبروسيو بمهرجان بوم سبرينغز السينمائي وبضم الوثائقي مقابلات مع الكتار من النجوم والشخصيات يلي تعاونت معهم مثل كلينت إيستوود، جيسي جاكسون، فاليري سيمسون وليس بكين وبتابع حياة روبرتا فلاك من طفولتها وصولاً للنجومية يلي حصلت عليها ونضالها بسبيل حقوق الإنسان ومحاربتها للعنصرية. عنوان الدوكيومنتري هو روبرتا. شو هي أهم الأحداث الفنية يلي صارت مثل هنهار ولمين رح نقول هابي بيرثداي؟ خلونا نشوف سوا بفقرة On This Day. Happy Birthday in Heaven للمغنية الراحلة أتا جيمز يلي ولدت سنة 1938. الممثلة جينيفر لويس عم تحتفل بعيد ميلادها 65 وأليشا كيز ولدت مثل هنهار سنة 1981. Happy Birthday Ladies. أغنية جيل هاوس روك لألفيس بريسلي قدرت تدخل اليوكي تشارتس بالمرتبة الأولى مباشرة مثل اليوم عام 1958 وسنة 1969 تم إطلاق أغنية براود ماري لفريق كلير ووتر ريفايفل
وأيضاً مثل هنهار تم عرض مسرحية لميزيغابل للمرة 6138 لتصير تاني أطول مسرحية بتنعرض على برودواي سنة 2002 بعد مسرحية كاتس يلي انعرضت 7485 مرة على خشبة المسرح قبل عرضها الأخير. أما الفيلم يلي كان محتل المرتبة الأولى باليو اس بوكس أوفيس عام 2002 فكان بلاك هوك داون للمخرج ريدلي سكوت مع جوش هارتنت ويوين ماجريجر. وهلا جايز رح نترافق مع النجم ظافر العابدين خلال تحضيراته للمشاركة مع الكتار من النجوم بعرض الديور كولكشن للمنزوير لخريف وشتاء 2022-23 من تصميم كيم جو، بعرض رائع جرى بأهرامات الجيزة بمصر. I'm here in Cairo for the Dior show. It's an amazing place. But before that, let's visit Saqqara, where we are now. It is the first pyramid built in Egypt 5,000 years ago. And it's the first building made of stones. I did some homework before. That's why I know all this. What do I like about this city? It never sleeps. Sometimes I receive a phone call from a friend at 2 o'clock in the morning. They say, what are you doing? I say, what am I doing? I'm sleeping. You know, I've been working here for the last maybe 12 years, 13 years. I play different characters, really. This quality is back. First thing I think you choose for a character is the shoes, because it tells you who they are, how comfy they are, how official they are, how classical they are, and from there you define the rest. Which button do you keep loose? The last, which one? This one you keep loose. I don't know. I'm not sure. This is an amazing setup. Oh my God. It shows you what the collection is going to be. I think it was a journey. The material, the colors, the looks, so much to see, so much to absorb. It was an amazing combination between the past and the present and the future. بعد هالديور شو رح ننتقل للدار العريق يلي استعان بالموسيقى الألماني ماكس ريختر يلي قدم لايف بيرفورمانس حبست الأنفاس مع عدد كبير من العازفين. Have a look. حتى لليوم رح تكون مع الأرابيك سيلبرتي نيوز. تعاقدت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم على فيلم بيت الروبي لتشارك الممثل كريم عبد العزيز بطولته، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش ومن إخراج بيتر مين. بعد أيام قليلة فقط على طرحها على يوتيوب تخطت أغنية الفنان المصري أحمد سعد يلي طرحها مع أحمد زعيم والتونسي نوردو المليوني مشاهدة، أغنية يا عراف كلمات محمد الفقي وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى لتوما، وجرى تصوير الفيديو الكليب تحت إدارة المخرج ياسين حسن. استذكر الممثل السوري أيمن زيدان ابنه الراحل برحيل وديع والسوف ابن الفنان السوري جورج والسوف يلي غيبوا الموت إثر مضاعفات قلبية جراء عملية جراحية خضع لها من فترة، ونشر زيدان صورة بتجمع أبو وديع مع ابنه الراحل وأرفقها بتعليق معزياً إياه بخسارته القاسية، واستذكر زيدان معاناته مع ولده الراحل وقال الموت حق علينا جميعاً لكنه حين بيأتي بكير فليس أمامنا إلا الصبر.
هيدي كانت حلقة الأسبوع من ساوند بايتس. موعدنا بيتجدد معكم بالحلقة الجاية ومع أخبار وتقارير جديدة وكتيرة من المنطقة والعالم. باي guys.